الو. الو. ايوه. ازيك يا اسامه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام، اخبارك انت ايه؟ كويسه الحمد لله. اتعرف بيكي؟ اي حاجه ممكن. اي حاجه. طيب كام سنه؟ 21. مرتبطه؟ متجوزه عندي عيلين. انت اتجوزتي صغنطوطه قوي بقى على كده. اتجوزت انا عندي 16. 16 سنه. انتوا ليه بتتجوزوا بدري كده؟ بابا يا كان عايز يجوزني بدري عشان كنت بحب واحد، هو مش عايز، مش عايزني من ده، فراح جوزني للتاني. وانتي وافقتي؟ ما كانش في ايدي حاجة اعملها. ازاي ما كانش في ايدك حاجة تعمليها؟ كان عندي 15 سنة. بابايا صعيدي، شخصيته قوية. انا كنت بحب اخو، كان معايا واحدة زميلتي في المدرسة لما انا عندي 10 سنين، كان ليها اخ. فكنا يعني بروح عندها اللي بتاخد الدرس بتاعي، فكنت بحبه. فضلنا مع بعض لحد تالتة اعدادي، واهلي كل مرة يعرف ونرجع تاني ياخدوا مني بقى وتليفوني يعضوني مش عارف، لحد ما خليني اسيب التعليم بسببه، وبرضه رجعت له تاني. المهم في الاخر هو كلم بابايا، هو كان طبعا صغير، كلم بابايا وقال له انا عايزها وكده، بس قدام الجيش وبعد الجيش هتجوز. بابا قال له لا، لو هي اخر واحده انا مش هجوزها لك، والاسبوع الجاي هي تبقى متجوزه. وفعلا بابا جوزني الواحد يعني ابن صاحبه، اتجوزت وقعدت سنتين مش عنه اي حاجه خالص. بعد السنتين انا كده متجوزه بقالي 6 سنين. بعد السنتين كنت كان عندي بقى فيس وكده، لقيته بعت لي اد على الفيس، قابلته كلمته على الفيس، كلم عيني سلامات بتاع اخبارك ايه، اتجوزت لا طيب تمام. المهم حسيت ان انا بعمل حاجه غلط، مع اني ما كانش في اي حاجه في المره دي. قطعت وعملت بلوك شويه ورجع جاب رقمي، طبعا رقمي كان مع اخته، رجع جاب رقمي كلم عليا. تمام طيب خلاص، رحت ايه مغيره رقمي برضو علشان بقى باين. حاليا بقى دلوقتي الفتره دي انا كان عندي مشكله وكان نفسي تعبانه وكده، فانا اللي رحت كلمته، يعني انا اللي كلمت، انا عرفت الاول من اخته ان اسمه ده، ان هو ما خطبش وما اتجوزش، وبيجيبوا له ناس كتير قوي عشان يتجوز، وهو مش راضي، هو متعلق يعني، هو انا بيقول، هو بيقول ان هي لسه في قلبه كده. فكلمته سلمت الكلام، جاب يوم جاب الثاني، بقى عندي على الواتس بقينا بنتكلم. وحاليا بقى انا مش عارفه، انا لاقيه متعلق بيها زي الطفل اللي متعلق في مامته. حلو قوي. حصل بينكم علاقه؟ لا لا، مفيش الكلام ده خالص. نشكر ربنا ان ربنا ستر والحمد لله ما حصلش بينكم علاقه. طيب كلميني لا. كلميني شويه عن جوزك. جوزي راجل محترم كويس. راجل بمعنى ان هو راجل عارف يفتح بيته، يعني انا حاليا احسن من عيشه عند بابايا كتير، ان انا شفت يعني اعذار كتير عند بابايا. انا دلوقتي عايشه مرتاحه، بس راجل ما يعرفش يعني ايه حب، ما يعرفش يعني ايه حب خالص خالص. انا حاولت ان اجيب هدايا كتير، حاولت ان انا احبه وبحبك يا حبيبي، الكلام ده كتير، هو ما لا ملوش راجل عملي جدا، راجل يفتح بيته اي حاجه انا بجيبها عايزها ما بيجردش. طيب خليني اسالك، العلاقه الحميميه بينك كزوجه وزوج يعني، هل بيبقى برضه ما فيهاش اي مشاعر، ما فيهاش اي حب، يعني تبقى علاقه كده زي بالظبط اوامر، يعني انا عايزك بس. كذا مرة اتكلم. طب ما تتكلمي معاه بصراحة، قولي له ما ينفعش طريقة العيشة بالشكل ده. بتكلم كتير، بيفتكر ان انا، بيقول لي انت كده بتتمردي على العيشة اللي انت عايشاها. انا مش بتمرد، ولكن احنا بني ادمين، ما كناش هنشعر ببعض ونحس ببعض، حياتنا هتتدمر. اتكلمت كتير كتير معاه، كل مرة بيفتكر ان انا كده عايز اعمل مشاكل عشان هو مديني حريتي، مش بيقول لي على حاجة لا. فانا كده بقى شايفه ان انا اعمل بقى مشكله واتنطط والكلام ده يعني. طيب حلو. وتهزري وتضحكي معاه وتهرجه؟ ما فيش اي حاجه؟ ما فيش كتير. انا اصلا انسانه يعني كل اللي يشوفني يقول لي انت مش مكديه خالص. طيب ما فيش هو بقى رد فعل؟ ما بيهزرش، ما بيتكلمش، ما فيش الكلام اللطيف ده؟ لا لا لا، هو عادي قوي، حتى لما باجي بيقول لي مثلا يعني انا مثلا اهزر معاه حاجه، فما الاقيه لا، فبقول له مثلا ايه ده، انا كل الناس تقول لي انا فرفوشه مش عارف ايه، يقول لي هم شايفين كده. هو عنده انا ساعات بحسها ان هي حته ان انا مش هقول لي الكلام حلو عشان مثلا يعني ما تكسرنيش، مش فاهمه انا ولا هو ما حبكيش؟
هو بصراحة يعني أنا بحب بعرف إن هو بيحبني ومش بيحبني من مواقف، يعني مثلا أنا تعبت، طب أنت عاملة إيه دلوقتي؟ أنا كويس الحمد لله، مثلا أوديك عند دكتور، مامتي مثلا في المستشفى. لا، ما هو ممكن يوديكي عند دكتور ويساعدك لو انت جارتهم برضو. يعني انا لو في واحده جارتي تعبت وقاعده لوحدها هوديها عند دكتور، ده مش معناه ان انا بحبها. يعني دي مواقف رجوليه معينه وخلاص، بس يعني مش هو ده. هو في المواقف الرجوليه دي كويس جدا، يعني اي حاجه تحصل عند اهلي الاقيه واقف جنبي معايا فيها كده، لكن كمشاعر وكحب واحساس لا. بالرغم بقى انا بقى ايه، يعني بقيت خلاص بقيت بقى مليت من الحياه، يعني انا بتعامل اللي هو انا المفروض اعمل اكلي شربي اللي انت عايزه كده بس خلاص، انا يعني عايشه حياتي كده ممله بس زي التقوابر. طيب مثلا طيب التاني بقى يعني حب بقى كتير كتير، انا مش هخطب انا مش هتجوز. وفعلا فعلا يعني حصلت مشكله ان لما اهله عرفوا اتكلموا، طبعا مامته قالت لي ده اتصلت بيا وقالت لي انت متعلق بيكي وبعيدي عنه عشان انا ما عايز، يعني هي عايزه مستقبل ابنها وكده. طبعا هو لما عرف ولقاني اتضايقت من الكلام او كده لقيته انا بالدنيا، وقال لهم لا ما حد يزعلها. يعني كل مره بحس ان فعلا بيثبتوا لي ان هو فعلا. طيب بقول لك ايه، تعالي نتخيل سوا كده حاجه صغيره خالص. تعالي نتخيل ان جوزك عرف انك على علاقه بواحد، هيحصل ايه؟ بص انا بحس انه بيجرح خالص ايه؟ خالص، جوزي بحسه مش بيجر عليا خالص. لا لا لا، استني نقف هنا، هولد، نقف شويه. انت قلت لي ان جوزك راجل قوي. يعني راجل في بيته بيصرف على بيته. كون ان هو لا راجل قوي، كلمه راجل قوي دي ليها معنى بلس بقى، ان الراجل قوي ده علشان هو بيديك حريتك وبيثق فيكي، ده مش معناه ان هو ما بيغيرش. ممكن ما يغيرش عليكي، انما يغير على كرامته، يغير على شرفه، يغير على عرضه لو عرف انك على علاقه بواحد. هيعمل ايه؟ انا بعد يعني اكيد هيطلقني طبعا، بحس صوته ان ده حصل لي بسبب مشاكل كتير كتير، انا عرفت بقى لي مش طيب. يعني هتطلقي وتتفضحي بقى وتبقى جرثه، أنا والناس كلها تعرف ان الست دي كانت بتخون جوزها مع واحد. انا بقى دلوقتي عايزه ابعد، وفي نفس الوقت كل لما بحس ان يعني اتكلم دلوقتي في التليفون هكلمني واقول له ان احنا هنبعد تاني، وهو بيحبني فانت عشان بتحبني. عمرك مديتي ايدك في شنطه واحده صاحبتك وسرقتيها؟ لا. ليه؟ عشان السرقه حرام. واللي انت بتعمليه ده ايه؟ حرام. خلاص، اللي يخليكي ما تمديش ايدك في شنطة صاحبتك وتسرقيها، اللي يخليكي ما تسبيش لحد بدينه أو كده لأنك شايفة أن ده حرام، اللي يخليكي ما توشيش بحد عشان ده حرام، هو اللي يخليكي تعرفي أن الحرام ما بيتجزأش. الحرام حرام، ما فيش حرام شوية وحرام نص نص وحرام قوي، فمبدئيا ده حرام. أنت بتعملي حاجة حرام. نمرة اتنين، انت بتخوني الراجل اللي سوري في الكلمة اللي ما بحبش اقولها ابدا الكلمة دي، ولكن لازم اقولها، الراجل اللي انيكي، يعني فاتح بيته وانت عايشة في كنف هذا الرجل، بتاكلي من رزقه ومن تعبه ومن شقاه، وما بيبخلش عليكي، وعندك منه طفلين ربنا هداكي بيهم. قد يكون جاف، قد يكون ناشف شويتين، بس لا بيضربك ولا بيهينك ولا بيشتمك ولا بياخد فلوسك ولا بيمنعك من ولا اي حاجه. وعايز اقول لك يا بنت الناس، البطر وحش، لما تتبطري على العيشه اللي انت فيها ده ربنا بيزيل من وشك النعم، الى جانب انك لازم تحطي في دماغك ان محدش بياخد الرغيف كامل، الرغيف دايما يكون ناقص حته. فبوسي ايدك وش وظهر قوي ان الحته اللي ناقصه من رغيفك هي ان جوزك راجل جامد شويتين، ناشف شويتين، ما هوش حبوب ولطيف ولذيذ، لان ممكن يكون حبوب ولطيف ولذيذ وامور وكل حاجه حلوه ويكون خاربها الناحيه التانيه. بوسي ايدك وايدك وش وظهر على النعمه اللي انت فيها، وارجعي تاني فكري انك مش عايزه تعملي الحرام، لان اللي بتعمليه ده منتهى الحرام.